يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من دروس قواعد الإملاء، من دروس قواعد الإيه؟ الإملاء. وهيتبقى لنا درس واحد بس إن شاء الله ناخده المرة الجاية، اللي هو علامات الترقيم. طيب الدرس عنوانه إيه؟ الفصل والوصل. لو أنتوا فاكرين كنا إحنا في الأول خالص قلنا إن في بعض الحروف، بعض حروف اللغة العربية تقبل إيه؟ الوصل بما قبلها ولا تقبل الوصل بما بعدها، وبعض الحروف تقبل الايه الوصل بما قبلها وما بعدها، زي حرف الباء مثلا يقبل، لكن حرف الواو ما يقبلش الوصل بما ايه بما بعده. تمام. ففي بعض الكلمات بيحصل بينهم ايه، بنكتبها بعض الكلمات بتكون اكتر من كلمه فتكتب على هيئه الكلمه الواحده، فده معناها الايه الوصل والفصل، ان احنا بنفصلهم عن بعض. دي ببساطه شديده. طيب القاعده بقى بتقول ايه؟ قول القاعده ان ما صح الابتداء به والوقف عليه فصل خطا والا وصل. ما صح الابتداء به والوقف عليه، طالما كلمه هنقف عليها يبقى الاصل ان احنا ايه نفصلها عن الكلمه التي تليها، والا وصل. فيوصل ما لا يصح الابتداء به كنوني التوكيد وتاء التانيث والله لأكتبن الدرس، لأكتبن، يبقى نون التوكيد دي أكتب، دي الفعل صح؟ طيب لما أنا هأكد هذا الفعل هأكده إيه؟ بنون التوكيد. هل أسيب فاصل كده بين الاثنين ولا أوصلها؟ يبقى كده خطأ وكده الايه صح. واضح؟ وكاف الخطاب زي مثلا ايه، خذ قلمك، فالقلم والكاف اللي هو الخطاب هذا، يبقى دوت ايه توصل بالكلمه. وعلامات التثنيه والجمع، هذان كتابان. تمام. المدرسون حضروا، كلمه المدرسون من ان اللي هي المدرسون المفرد بتاعها ايه؟ مدرس. فلما اردنا ان نجمعها اضفنا اليها. طيب الواو والنون دي مش اصل الكلمه، هل توصل ولا تفصل عن الكلمه؟ توصل. تمام. مع ان الواو مش هي مش هتوصل يعني تلزق في الحرف، لكنها توصل في الايه، توصل في الكلمه. وعلامات التثنيه والجمع والضمائر الايه المتصله، ضمائر متصله زي مثلا ايه كتبت اللي هي اللي هي ضمير الفاعل. تمام. قالوا واو الفاعل، واضح؟ الفاعلين اللي تدل على الفاعلين. طيب ويوصل ما لا يصح الوقف عليه، وهو ايه بقى اللي ما لا يصح الوقف عليه؟ يبدأ هنا يفصل لنا، يقول وهو صدر الاعلام المركبه تركيبا مزجيا نحو بعلبك. كلمه تركيبا مزجيا يعني حينما يكون هناك كلمتين، حينما يكون هناك كلمتين وينطقى كأنهما كلمة واحدة، هي الأصل فيها هي إيه؟ كلمتين، وعند الاستعمال صارتا إيه؟ كالكلمة الواحدة. وهيضرب هنا من أمثلة وتتضح، بالمثال يتضح المقال كما يقول. فصدر الأعلام مركبة تركيبة مزجية نحو بعلبك. بعلبك، كلمة بعلبك
اصل هذه الكلمه كلمه على بكي دي اصلا يعني ايه؟ دي مدينه في لبنان، واضح؟ فاصلها ايه؟ اصلها بعل بق، اصلها كده. يعني ايه بقى؟ يعني سيد البقاع، معناها كده عندهم يعني في اللغه القديمه، تمام؟ فسيد البقاع بعل بق، كلمه واحده ولا اثنين؟ كلمتين. وصارت هذه علما على ايه؟ على احدى البلدات، وطبعا القاف تحولت الى كاف فصارت ايه؟ بعلبك. فلما يقول إيه مثلا انا ذاهب الى بعلبك، فكانها صارت ايه؟ كلمه واحده. ففي هذه الحاله يبقى توصل بنوصل ايه؟ اللام بالباء وصارت ايه؟ كاف. عرفنا معنى كلمه تركيبا مزجيا؟ ان تكون الكلمتين تنطقى كالايه؟ كالكلمه الواحده، ومنها صدر الاعلام زي اسم بلد، وزي حضرموت. حضرموت دي موجوده فين؟ احدى احدى مدن اليمن، تمام؟ او محافظه في اليمن. ومعدي يكرب، معدي يكرب هذا اسم وبعض الـ الـ يعني الشراح قالوا ان هو اسم يعني بمعنى ايه؟ عداه الكرب، يعني عداه، انصرف عنه او تجاوز عنه، ولكن هذا شاذ. وبعضهم قال انه بمعنى كلمه وجه الفلاح، ما عاد يكرب بمعنى وجه الفلاح. فايضا الشاهد ان خلاص الكلام دي تعتبر ايه؟ كلمتين يعني، ماشي. هو طبعا ده اسم لاحد الشعراء الكبار، شعراء العرب، اللي هو عمرو بن معدي يكرب. معدي يكرب، كلمة معدي يكرب كلمة عبارة عن ايه؟ كلمتين. وصلناهم ولا فصلناهم؟ وصلناهم. لما اكتبها كذا، معدي معدي كرب، تمام؟ هي النطق الصحيح بتاعها ايه؟ معدي كرب. انا غلطت قلت معدي يكرب، صح؟ هي معدي كرب. يبقى بنسكن الياء، الياء ساكنة، معدي كرب، واضح يا اخوانا؟ طيب معدي كرب ده صار اسم الواحد، شخص، انسان، مع ان هي مكون من ايه؟ من كلمتين، ولكنه لما صار تركيبا مزجيا، يعني صار كالكلمة الواحدة، فصار ايه؟ يوصل، وان احنا بنوصلها بنوصل ديت تبقى معدي، معدي كلمة، ودي على اسمه، واضح يا جماعة؟ وكذلك ايضا كلمة سيبويه. مين ما عارف سيبويه؟ او مين ما يعرفش سيبويه؟ سيبويه طبعا من اعلام الايه؟ من علم اللغة العربية، وطبعا هو اللي يعني ضبط مسألة النحو يعني، وكتابه القيم المعروف. طيب سيبويه دي اصلا كلمة سيبويه دي هي دي كلمة ديت يعني بأنهي لغة؟ حد عارف؟ ايوه، هذه الكلمة فارسية، سيبويه مش كلمة عربية، فهي كلمة فارسية ومعناها رائحة التفاح، معناها رائحة التفاح. وسيبويه اسمه عمرو بن قنبر الحارثي، تمام؟ رحمه الله. طيب سيب ويه، يبقى سيب ويه، فعبارة عن ايه؟ احنا قلنا معناها رائحة تفاح، يعني كم كلمة؟ كلمتين. وصلناهم مع بعض ولا لا؟ فلأنها ركبت تركيبا مزجيا فصارت كلمة واحدة فتوصل، واضح يا اخوانا؟ طيب اثنين، ما ركب من الظرف مع إذا المنونة نحو حين إذن، مع إذ المنونة نحو حين إذن، هي إذ كده، صح؟ طيب لما عايز أدخل أقول هذا الوقت يعني أقول إيه؟ حين 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 إذ. هل تكتب هكذا؟ لا، الكتابة الصحيحة إن إحنا بنوصل الاثنين مع بعض تبقى حين إذن. فحين إذن توصل الكلمة كلها إيه؟ مع بعضها. بخلاف لو لم تكن إذن منونة، نحو قوله رأيتك حين إذ كنت تخطب، رأيتك حين، ما قلتش حين إذن في هذا الوقت، رأيتك حين إذ، فهذه إيه؟ تفصل. ثلاثة،
مما يوصل ما ركب مع المئة من الآحاد نحو 300. هي 300 كلمة واحدة لكلمتين 300، فمئة كلمة وثلاث كلمة، ولكن لأنها ركبت معها فتصير إيه؟ توصل كأنها كلمة واحدة. وأربعمائة وخمسمائة بخلاف ما أضيف إليه من الكسور نحو 300. يعني 300 دي تلت مئات، لكن ثلث المئة تقسم المية على إيه؟ على تلات. هنقلب بقى رياضة ورياضيات، ماشي؟ وربع مئة وخمسمائة وهكذا، تمام؟ يبقى في فرق بين بقى ايه؟ خلي بالك ركز معايا دي. لو انا ما كتبتش علامات اللي هي اسمها يعني فتحه ولا ضمه ولا كذا، دي اللي صح ولا دي اللي صح؟ كلاهما صحيح، لكن هنطق الاولانيه ايه؟ 500، 500 يعني 100 على 5 ال 20، تمام؟ لكن هنا ديت ايه؟ 500 ل 500، واضح؟ يبقى في فرق، شوف الفرق في الكتابه ازاي؟ طيب كذلك أيضا في كلمة حبذا اللي تدل على التحفيز، يعني حبذا لو ذكرتم حتى تنجحوا حبذا. وكذلك أيضا توصل من بمن وعن وفي قبلها استفهامية كانت أو موصول، زي كلمة إيه؟ ممن أخذت، ممن هي أصلها إيه؟ من 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 إحنا الكتاب نقول إيه؟ ممن توصل وتسقط كمان الايه اللي هي النون، واضح؟ ممن اخذت وعن من تسال اصلها ايه؟ عن من، حرف جر عن ومن. في من ترغب، في اصلها ايه؟ في ادي حرف جر، من ترغب كده ايه؟ خطا. لكن الصح ايه؟ في من دي صح بتوصل. ما احنا قلنا بقى الامنة اللبس، احنا كنا بنضيف الالف زمان اللي كانوا بيكتبوا بيضيفوا الالف عشان يفرقوا بينها وبين كلمة منهم، لكن لما اضيف لما امنة اللبس فصارت ايه؟ 100 تكتب هكذا، وده الاصح في هذا التوقيت يعني، واضح يا اخوانا؟ في من ترغب واخذت ممن يوثق به، واسال عمن تعنى بشانه، ارغب في من يزيدني، ارغب في من يزيدني علما. كذلك ايضا يقول وتكون ما اسما وحرفا، يعني برضو من الكلمات اللي بتوصل ما، ما الاسميه وهي على نوعين الاستفهام وغيره، لان ما دي ممكن تكون اداه استفهام او اسم استفهام، وممكن تكون موصوله او بمعنى الذي او للمصدر. فللاستفهام توصل بحرف الجر قبلها بعد حرف الألف نحو بما ومما وعما وفيما ولما وإلام وعلام وحتام. ونلاحظ في حاجة كمان، إن هي وصلت وإيه كمان؟ وحذفت الإيه؟ الألف، يعني هي أصلها ما، تمام؟ فلما دخل عليها الباء، هل أنا كتبت الباء لوحدها كده بما؟ لكن هي نكتبها إيه؟ بما وكمان حذفت الميم، بما حذفت الايه؟ محمدا الوسيله والفضيله صلى الله عليه وسلم. ما اذنوش تحت مش كده؟ ما سمعناش اذن تحت. طيب فاللي هي بتكون للاستفهام توصل بما، بما قبلها، بما مما عما عما يتساءلون، فيما لما الىما علامه حتى، لغير الاستفهام وتوصل بمن وعن وفي وسي ونعمة إذا أدغم آخرها نحو فكر فيما ستفعله غدا. فيما دي عبارة عن إيه؟ كلمتين اللي هي حرف الجر يعني في وما، فوصلوا مع بعض ولا لا؟ فيما ستفعله. أحب الأدب ولا سيما، سيما دي كلمة مركبة كده بمعنى خاصة، بمعنى خاصة، لا سيما الشعر. وقول الله سبحانه وتعالى إن الله نعم ما يعظكم به، أصلها إيه؟ نعم ما، ده أسلوب المدح يعني، نعم ما، فلما أضيفت إيه؟ نعم. أيضا من الصور التي توصل فيها كلمة أو يعني ما، ما الحرفية، يقول وهي على ثلاثة أنواع مصدرية وكافة وزائدة.
المصدرية، كلمة المصدرية لما تيجي مع الفعل تعطي معنى المصدر، زي مثلا ايه وتوصل بكلمة حين وريث وكل ومثل، نحو أكون سعيدا حينما أعمل. احنا قلنا مصدرية لما توصل مع الفعل، لما تبقى مع الفعل تبقى بمعنى المصدر، حينما أعمل يعني حين الايه، حين العمل، واضح؟ فحينما احفظ بقى ان احنا ايه بنوصل مين، ما بنفصلش بين حين وما، حينما حينما تكتب هكذا، ما بنكتبهاش حين ما خطأ، انما تكتب ايه حينما، واضح؟ وانتظر ريثما يعود اخي، يعني حتى يعود اخي. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، شاهد كلمه ايه كلما، هل انا كتبت كل لوحدها وما لوحدها؟ وصلنا. اعتصم بالحق مثلما اعتصم به سلفك الصالح، شاهد كلمه ايه مثلما، هي كلمتين مثل وما، لكن احنا ايه وصلنا. كذلك ما الكافه، الكافه اللي هي بتكف يعني العامل اللي بتدخل عليه عن عمله، فزي توصل بكلمه طال وقل ورب وان واخواته. فلما بتدخل على طال اللي هي الافعال ما بتخليهاش تحتاج الى فاعل، نحو طالما تاخرت عن المدرسه، عشان نقول يعني انت اتاخرت كتير قوي عن حضور الدرس، اقول ايه طالما تاخرت عن الدرس. قلما اضاع علي وقته، ربما كلمه ايه قلما يعني قليل ما اضاع، قلما. ربما جئت ولم ارك، انما انما كذلك برضو، انما العلم والتعلم، خلي بالك برضو من ديتها مهمه قوي، كلمه انما العلم بالتعلم. احنا قلنا ان هي اسمها ما ايه كافه، هتلاحظ انها العلم، لكن لو انا كتبت ان ايوه ان العلم بالتعلم، واضح يا اخوانا؟ يبقى احنا كده عرفنا كلمه الكافه غير الكافه. الكافه يعني بتكف ان عن عملها، فما تنصبش الفاعل، ما تنصبش الاسم هنا، لا لا لما دخلت عليه ان بس فنصبت الايه المبتدا. كانما كذلك برضو كلمه كانما ايضا توصل ما مع ايه مع كان. طيب اخر حاجه في ما اللي هي كلمه ما الزائده، والزائده اللي هي بتكون يعني لمجرد التوكيد وليس لها اي دخل يعني في الجمله، يعني بيقولوا عليها ايه في النحو، يقولوا لا عمل لها، ماشي، هي زائده. وتوصل بان واين واي وحيث وكيف من ادوات الشرط، وبين ومن وعن، كما في قول الله سبحانه وتعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما، الشاهد كلمة إيه فإما، تمام، توصل معها وتسقط النون. وكذلك أينما تكون، أين في إحنا، أينما عبارة عن إيه، عن كلمتين أين وما، فوصلت ما بأين، أينما تكون يدرك الموت. أيما الأجلين قضيته، وصلت برضو إيه ما بإيه بأي، فلا عدوان عليه. حيثما تتوجه ترزق، تمام. كيفما تصنع أصنع، وصلت ما بمين بكيف. بينما زيد في كربة جاءه الفرج، تمام، وصلت ما ببين. مما خطيئاتهم أغرقوا، وصلت ما بمن. عما قليل لا يصبحن نادمي، وصلت ما بإيه بعن. آخر حاجة قال وتوصل لا بإن الشرطية وأن الناصبة، اللي هي كلمة لا توصل بإن وأن الناصبة، نحو قول الله تعالى إلا تنصروه، احنا وصلنا لا بمين بإن وسقطت مين وحذفنا النون، إلا تنصروه فقد نصره الله. ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن، شاهد إيه ألا، وصلنا لا بأن. بخلاف، خلي بالك بقى من الاستثناء ده، بخلاف أن المخففة من الثقيلة، واحفظ المثالين دول، أو التفسيرية، نحو أشهد أن لا إله إلا الله، هل أنا كتبت أشهد أن لا كده إله إلا الله كده خطأ، الكتابة كده إيه خطأ، أشهد
عبارة عن أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. طبعاً بس في النطق بإيه؟ في إدغام، إدغام بغير قلنا ألا نون ساكنة وبعدها إيه؟ لا. لكن في الكتابة بتثبت الإيه؟ النون. وكذلك آخر بقى مثال، أشرت إليه أن لا تفعل، ما كتبهاش ألا، أشرت إليه إيه؟ أن لا تفعل، هنا بيسموها أن التفسيرية. ماشي كده أخونا؟ إلى هنا انتهت قواعد الإملاء التي يعني نريدها. طبعا بقى من اراد يعني تفصيل فهناك يعني بعض الكتب الاخرى، ان شاء الله المره الجايه نجيب لكم بعض الاسماء الكتب. وبقي معنا ان شاء الله دي نخلصها المره القادمه، بقي معنا علامات الترقيم نخلصها يعني حصه كده، هي علامات الترقيم دي اسيره خالص، هنخلصها ان شاء الله في الحصه القادمه، ونحاول بقى ناخد ايه تدريبات ونتابع فيها ان شاء الله. ماشي اخوانا، نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.